وفي سياق متصل حظي نزلاء السجن المركزي بأم سنينة بمواد غذائية للاستعانة بها خاصة في هذا الشهر الفضيل، وذلك من قبل المركز الثقافي للبحوث والدراسات الإفريقية والعربية والمنظمة الخيرية للدفاع عن حقوق الأطفال في جهة محمود موسى الفيل. شهر رمضان العظيم تكسر فيه الأعمال الخيرية التي يقدمها فاعل الخير للشرائح الضعيفة في المجتمع، بغية المنافسة في فعل الخيرات وتقديم العون للمحتاجين من أجل كسب الأجور ومضاعفتها. وعلى هذا النهج قدم المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية والمنظمة الخيرية للدفاع عن حقوق الأطفال في تشاد ألدات، قدما لسجناء سجن أم سنينة بالعاصمة أنجمينا مساعدات غذائية تتمثل في عدد من جوالات السكر والأرز ودقيق القمح وكراتين زيوت، بالإضافة إلى كراتين عصير، فضلا عن 29 رأسا من الأغنام، بهدف إدخال الفرحة في نفوس الصائمين في هذا الشهر المبارك. هذا الشهر شهر كريم، شهر الرحمة وشهر الخير، فنحن نحاول أن نساهم بشيء بسيط لهؤلاء المساجين في إطار الأمر الإنساني. طبعا قمنا بهذه اللفتة البسيطة يعني من قبيل لا شيء أحسن من لا شيء، وسنستمر معهم إن شاء الله هذه الأشياء لبعض السجناء لمدة نهاية هذا الشهر بإذن الله تعالى. لكن أيضا نحن قد نجتهد لكي يكون هناك شيء آخر ربما أكبر من هذا إن شاء الله. هذا وقد تسلم هذه المساعدات المراقب النائب لسجن أم سنينة دوبي ومبيلي ليسلمها لمستحقيها كي تساعدهم في عملية الصيام بهذا الشهر المعظم، حيث قال أن هذه المساعدات تدخل في إطار الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجهات والمنظمات الخيرية، ونشير بأن هذه المعونات قدرت تكلفتها بأربعة ملايين من الفرنكات الأفريقية.